تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بنت. أنا سامية عرموش وعندي 3 اقتراحات لنشاطات مختلفة مساء الخميس. الساعة 5 مدعوون لحضور عرض ترفيهي للأطفال وكافة أفراد الأسرة مع الفنان فوزي موزي في حديقة وادي النسناس ضمن البرنامج البلدي الصيفي حرف البستان. والساعة 6 لفعاليات متنوعة في مدرج نورد في الهدار. أما الساعة 7 فأنتم مدعوون للمشاركة باحتفالات ليالي الخميس في البلدة التحتة، فتعالوا شاركونا. رمضان كريم.